نكمل المحاضرة مالتنا هذا الجزء الأخير modeling piecewise linear functions with binary variables. عندنا piecewise linear functions اللي هي عبارة عن دالة خطية متقطعة اللي تمتلك مجموعة من الخطوط المستقيمة قطع من الخطوط المستقيمة. هذا النموذج مالتها الموديل maximum of all x زائد cx c transpose x subject to ax اقل يساوي b حيث الاكس تميل الى فترة معلقة للأبر واللور باونس. هذا مثال عليها. هنا عندنا البريك بوينت مالتها بريك بوينتس هي من الصفر 10 30 40 50 هن هذني. راح تقولون شلون؟ طبعا متعوضون الصفر والعشر بيناتهم لا، هذا اعتمادا على الطريقة راح ناخذها بعد شوية. هي هاي الدالة مالتنا هياتها. عندنا الاكس هي تساوي لي سوميشن لمدا سب كي بي سب كي. البي سب كي هي عبارة عن البريك بوينتس راح نختارها احنا، والدالة من اجي اعوضها تعرفون هاي لينير فنقدر ندخل عليها الفاكشن اف اوف الاكس يصير سوميشن لمدا وتدخل الاف على البريك بوينت. الرسم مالتها هياته، الرسم مالتها اللي نشوفه شوفون هاي اللمدة هنا لمدة 2 3 واكو هنا لمدة 4 مرة رسمتها وهنا لمدة 5. نتنقلوها انتو خلوهم. والبريك بوينتس مالتنا هن 5 من الصفر لل 50 هن هذني. هاي الرسمة مالتكم تضيفوها على جانب هنا ترسموها هنا على مود تسوي المحاضرة من تستنسخوها ان شاء الله. اجي هسه عندي هاي النوع من الفاكشنز وعندي السموث نون لينير فاكشنز. ذن اثنين هن ما اقدر احلهن كاوبتمايزيشن بروبلمز، لكن عندي اذا استخدمت الصفر واحد فاريبلز بامكاني ان احولهن الى لينير. ارجع مره ثانيه اقول مو فقط البيس وايس لينير راح احلها بهالطريقه، السموث نون لينير فاكشن اكو بعضهن من النون لينير اقدر احلهن اللي هن بسيطات طبعا بشكل مقرب نسويها ابروكسيميت لينير فور. اجي هسه افرض احنا عندنا البيس وايس لينير فاكشن اف اكس تمتلك من بي سب 1 للبي سب ان بريك بوينتس، معناها شنو راح يكون عدد القطع؟ اقل الناقص واحد. ارجع للرسمه هنا أنا كم عندي بريك بوينت؟ عندي خم بريك بوينتس عندي خمسه. كم سيجمنت؟ واحده اثنين ثلاثه اربعه، دائما السيجمنت تصير اقل، عدد السيجمنتس اقل. لهالسبب هسه راح ايش اقول؟ اني البوينت اكس تقع ايدر على السيجمنت هاي او على وحده ثانيه، يعني تقع على هالسيجمنت او على السيجمنت الثانيه، فراح اعرف هنا في المتغير واي بدلاله الوقوع مال السيجمنت، الوقوع الاكس على السيجمنت وين مكانهم. الواي سب اي ياخذ واحد اذا كانت النقطه اكس تقع على السيجمنت كي. الواي سب كي هذا متغير جديد عرفته، ياخذ لي واحد اذا كانت النقطة X تقع على السيجمنت K، صفر إذا لا. هاي هنا قبل شوية من قلت لكم راح نعرف الدالة بدلالة المتغيرات صفر واحد، عرفتها بهالشكل هذا. الK راح تكون من؟ راح تكون من الواحد للان ناقص واحد. البريك بوينتس ايش قد قلنا احنا؟ قلنا مثلا خمسة، هنا الK راح تكون أربعة. لهالسبب حاصل جمع المتغيرات هاي الواي سب كي راح يكون من الواحد للأربعة للان ناقص واحد يساوي لي واحد. إذا كان أرجع لي فوق، إذا كانت هنا عندنا البريك بوينتس هي للان، فعدد السيجمنتس راح تكون للان ناقص واحد. فلهالسبب حاصل جمع الواي سب كي راح تكون للان ناقص واحد يساوي لي واحد. أجي هسه أكمل. احنا الاكس قلنا ما بين البريك بوينت بي كي ما بين البي كي زائد واحد، راح ناخذ لمدة سب كي. لمدة سب كي راح اخذها فراكشنز ما بين الصفر والواحد، الصفر والواحد هم يعني مشمولات لان فتره مغلقه. فبهيجي حاله بامكاني ان اكتب الاكس، الاكس بهيجي حاله اقدر اكتبه عباره عن حاصل جمع لمدة سب كي في بي كي زائد واحد ناقص لمدة سب كي بي كي زائد واحد. هذا انتو تعرفون هاي مالت الكونفكس
الكونفكس سيت، يعني عندكم كونفكس سيت تبدون نقطة تنتمي للسيت هاي، هذا التعريف مالتها. فهسه أنا عرفت الإكس بهالطريقة هاي، حيث الكي اللمدة العفو ما بين صفر والواحد. بما أنه إحنا قلنا الإف هي لينيار والإكس ما بين البي صب كي والنقطة اللي وراها مباشرة بي كي زائد واحد، إذا أقدر أعرف الإف أوف الإكس على الإف، أقدر أعرف الدالة على هالطرفين دخلتها. أنتوا هذا الشيء ماخذيه بما أنه لينيار، فنقدر حيث الإف اللمدة تطلع شو اسمه تطلع زين، والإف تدخل على البي كي، هاي هم تطلع والإف تدخل على البي كي زائد واحد. طبعا كل النقاط كل اللمدة كي هنا تنتمي للصفر واحد، يعني أنا من فرضتها هاي تنتمي، معناها اللمدة كي زائد واحد أيضا تنتمي للصفر واحد. هسه بدال هنا واحد ناقص اللمدة كي راح أعوض شنو؟ اللمدة كي زائد واحد، على مود يصير عندي من يصير عندي تسلسل بالعمل، من عندي بعد لمدة ثالثة ولمدة رابعة يصير ام كي زائد اثنين كي زائد ثلاثة بهالطريقة هاي. التعميم يصير العملية مو بس على عنصرين، واحد على بس عنصرين. فهسه ايش صار عندي؟ صار عندي لمدة كي زائد لمدة كي زائد واحد يساوي لي واحد، لأن ذن اثنين هن ينتمن ما بين الصفر وواحد، فحاصل جمعهن يطلع لي واحد. نستمر بالعملية. بهيجي حالي من أريد أني أستمر، يقول لما إحنا نستخدم البركوانس عند نهاية ال الإيش سايد، نهاية السيجمنت، يعني لأن هي هاي السيجمنت وعندها بداية نقطة بداية بريك بوينت ونقطة نهاية بريك بوينت، راح نقدر نولد دالة خطية بهالشكل. نقول لمدة 1 أقل ويساوي من واي 1، واللمدة 2 راح تكون أقل أو يساوي من شنو؟ من لمدة 1 زائد لمدة 2. اللمدة 3 راح تكون؟ يعني اللمدة 1 أقل من القطعة مال السيجمنت اللي وراها، اللمدة 2 أقل من القطعة الأولى والثانية، اللمدة 3 راح تكون أقل من الـ y2 زائد y3. استمر بالعملية إلى أن أوصل أنه اللمدة n تكون أقل ويساوي من yn ناقص 1، تطلع عندي هاي الدوال الخطية. إذن كلهن هن عبارة عن constraints راح أضيفهن للموديل. إذن راح يكون عندي الموديل مالتي، الكونسيكرنس مالتي راح أكتبها بهالشكل هذا. الإكس اللي أنا أريد أغيرها راح تنكتب بهالشكل، لأني أنا أريد أكتبها بدلالة الإكس والبروك بوينت، راح تكون إكس ساوي لي سمويشن من كي يساوي من واحد للأن لمدة كي لي كي. حاصل جمع السيجمنتس مالتنا زين راح تساوي لي واحد، راح يكون سوميشن اللمدة سب كي يساوي لينير كومبينيشن مالت الاند بونز راح يساوي لي واحد، واكمل هذني قبل شويه شرحتهن، واقول ان الواي شنو اني اخذته؟ الواي ترى ينتمي للصفر واحد ان ناقص واحد هنا، أنا معناها اقل من العدد الحقيقي، واللمدة للصفر فترة مغلقة صفر واحد اللي هي اسها ان، قلنا احنا اللمدة اذا ان الواي هي ترى سيجمنت ان ناقص واحد عددا اقل. هسه whenever ال fx اني يا متغير اخذته ولعبت بي وغيرته زين، هو هذا اللي راح ابدل بداله هاي المعادله هنا. هذا شو خلينا نشوف الحكي هذا بصوره واضحه على المثال. خلينا نفرض اني عندي النون لينير بروبلم بهالشكل هذا، حياته نشوف هذا هنا عندي هذا نون، هذا تربيع معناها دالة غير خطية هنا، داني خطيات بس هاي غير خطية نون لينير. نلاحظ هو هذا اللي احنا قاعدين هو هذا اللي راح ابدل بدالها، ابدل هاي احطها هنا اجيبها بدالها هاي. قبل شوية قلت whenever f of x تحدث بالoptimization problem زين نبدلها بهاي، خلينا نجي عليها هسه
راح اجي الجزء الغير خطي فقط قلنا هو الاكس 1 تربيع، راح اخذ فد مجموعة من البريك بوينتس 0 1 2 2.5، وراح ابني اقعد ابني بيه الدالة هاي اللي شفتها قبل شوية هياتها، لا حول الله هياتها هاي احطها بدال هذا المتغير اكس 1 تربيع. ايش راح اسوي؟ اجي اسوي حعوض، نقول اذا بي 1 يساوي 0 اعوضها هنا، ايش قد تطلع لي؟ تطلع لي 0. اذا 1 اعوضها تطلع لي 1. اذا 2 شوف قاعد اخذ من هنا من اللي احنا فارضيهم، اذا 2 تطلع لي 4، اذا 2.5 طلعت لي 6 وبوينت 2.5، دني الاربع نقاط البريك بوينت مالتنا. هسه دني شلون اكتبهن؟ اكتبهن اختار لي لمدة، قلنا نختار لمدة ما بين الصفر والواحد ونضربها بالبريك بوينت ونجمعهن. دني هسه هذا المجموع اجي اعوضه بدال هياته بدال الاكس 1 تربيع. هذا هسه الاوبجكتيف فانكشن. اجي هسه ابدا اكتب بالقيود مالتي الاكس شنو هي كتبتها، انا يعني شنو كتبتها قبل شويه من ذني احطها. سمويشن الواي سب كي المن راح يكون لل ان ناقص 1، لان ايش قد كانت 4 فهذا راح يوصل ل 3، اذا يصير عندي واي 1 زائد واي 2 زائد واي 3 يساوي لي 1. اللمدة اللي وين؟ اللمدة للان، انا بالفعل مستخدمة 4 لمدة، فاخذ من لمدة 1 للمدة 4 هذا القيد الثالث هذا يساوي لي 1. بعدين اكمل ذني القيود، قلنا اللينير فانكشن نسويه شنو هو؟ قلنا لمدة 1 اقل من لمدة من واي 1 عفوا، لمدة 2 من واي 1 زائد واي 2، لمدة 3 اقل من واي 2 زائد واي 3، اخر شيء شنو هو؟ عندي لمدة 4 اقل من واي 3، هياتها مكتوبات قبالكم. بعدين نقول الواي ينتمي لي لل 0 1 المجموعة الجسمة 0 1 اللي هي اس ان ناقص 1 ايش قد 3، اذا واي 1 واي 2 واي 3 ينتمن لل 0 1، لمدة ينتمي لهذا ايش قد عدد اللمدة؟ لمدة 1 لمدة 4 تنتمي لل 0 1. اكتب اكمل ارجع للقيود مالتي الاصلية كانت مكتوبة، مو كان ذني قيدين بالعلم انه الاكس 1 الاكس 2 اكبر من يساوي 0 كتبتها. اذا هذا اللي هسه صار قبالنا هاي وهيئتها، هاي بالضبط هذا هو النموذج الجديد اللي اقدر احله كاوبتمايزيشن بروبلم. اذا اللي سويته اني انه كانت هاي الداله، هاي الداله غير مقبوله لانه بيها نون لينير هنا، يعني تنحل بس هي بصعوبه تنحل، فحولتها الى لينير. الطريقه سمحت لي ان اكتب الدالة بهالشكل هذا، وها أضيف كل هاي القيود على تكون دالة متكاملة، يعني العفو يكون موديل كامل أقدر أحله كأوبتمايزيشن بروبلم. للمراجعة عم تعرفون تحلون بديكم، بدلوا لي هذا المتغير هنا، حط مثلا اكس تبعيد، أو حط أو بقي اكس 1 وهنا هنا 4، هذا سويها هاي تربيع زين، وحاول تحلها وشوف شو يطلع لك. شكرا جزيلا، واي سؤال عندكم زين اكتبوا لي واني اجاوب.